السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي متابعي قناة كوماندو هايتك للمعلوماتية، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن إزاي أقدر أغير صورة مصغرة للفيديو اللي بحمله على الفيسبوك. على قد ما الموضوع مش مهم إلا في بعض الأوقات نيجي نحمل فيديو على الفيس بنلاقي إن الصورة مش كويسة أو مش واضحة أو شكلها بيبقى فيها غريب شوية. إن شاء الله النهاردة هديك طريقة تقدر تختار ما بين 10 صور جوه الفيديو، تمام؟ فإحنا هنشوف الطريقة مع بعضينا. أتمنى بس الأول تشترك في القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس. نيجي مثلا أي فيديو عندي على الصفحة، يكون مثلا الفيديو ده. انا بدايه الصوره بتاعتي مش عاجباني، فنفترض ان هي مش عاجباني، تمام؟ فكل اللي بعمله ان انا ادخل على الرابط ده، هسيب لكم طبعا الرابط تحت في الوصف في الفيديو. افتح علامه تجربه جديده وانسخ الرابط. هنا شايفين في بيساوي مفيش اي حاجه بعديها، لو ضغطت انتر هيديني ايه؟ هيديني ايرور، هيديني صفحه فاضيه، اقول لك هذه الصفحه غير متوفره. انا كل اللي هعمله هاجي عند الفيديو بتاعي اللي هشغله ده، اروح مكبر الصوره، تمام؟ شايفين هنا في رقم اللي هو 245.89، الرقم ده انا هسحبه كله من بعد السلاش، بس الرقم الاول من بعد السلاش، وهحدد الرقم ده كله لقبل السلاش واخده كنترول سي، يعني اخده كوبي، تمام؟ واجي هنا جنب الفي بيساوي، اروح لاقي كنترول في، تمام؟ الرابط الاول بتاعي نهايته عند الفي ايكوال او الفي بتساوي، اروح ناسخ الرقم بتاع الفيديو او الاي جي بتاع الفيديو وحطه جنب الرابط واضغط انتر. زي ما احنا شايفين فتحت صفحه اسمها ايديت فيديو. استنى اتحمل شويه بس. زي ما احنا شايفين قال لك العنوان، الحاجات اللي انت ما تعرفش تغيرها في الفيديو، كمان صور مصغره، عندك 10 صور تختار منهم جوه الفيديو، تمام؟ فانا في الاول كانت الصوره دي، فانا غيرتها خليت الصوره دي، تمام؟ فانت بتختار الصور اللي انت عايزها، معاك 10 صور على حد ما على حسب ما بيديك الفيديو، على حسب طول الفيديو كمان، تمام؟ ممكن كمان تغير الوقت بتاعه، الوصف، انك بتغير العنوان بتاعه، انت ما عرفتش تغير العنوان بتاعه، في حاجات كتير. في الاول كان بيديك انك انت ممكن تختار صوره من على الجهاز بتاعك، يقول لك براوز او تصفح وتختار صوره من الجهاز، لكن دلوقتي الحكايه دي او الاوبشن ده ما بقاش موجود، فانت بتختار من الصور الموجوده في الفيديو بتاعك، تمام؟ فخلينا مثلا نختار اي صوره، وليكن مثلا الصوره دي، دي وحشه، نختار واحده ورا، هنا نختار دي، تمام؟ وهاجي تحت عند كلمة حفظ واضغط حفظ. تمام؟ فخليني ارجع واجيب الفيديو ونقول له فيديو شوف شكل الصورة هيبقى ازاي. نعمل ريلود. زي ما احنا شايفين الصوره اتغيرت. ننزل تحت تاني عشان لو ده الفيديو ده مش اللي هو صاحبي مشاركه. ادي الصوره زي ما احنا شايفين الصوره طبعا اتغيرت. تمام؟ فده كان شرح بسيط وسهل للينك ده. دي اسهل طريقه تعتبر انك بتغير منك للفي، يعني تبع الفيس، مش حاجه خارجيه، مش بتحمل برامج والكلام ده ولا اي حاجه. ان شاء الله الرابط هسيبه تحت في الوصف تحت الفيديو. ما تنسوش كمان تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا بقى الفيديوهات بتاعتي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.